الا كنتي اول مره كتزوري القناه ما تنسيش تضغطي على المربع الاحمر سبسكريبيرسي ولا اشتراك ولا صابوني مع تفعيل الجرس باش يوصلك ديما جديد. وشكرا. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه من هذوك الوصفات اللي وعدتكم بها، اللي بزاف ديال البنات قالوا لي عافاك ركزتوا بزاف على ديك الوصفه وكلكم بغيتوا تعرفوا شنو هي ديك الوصفه، حيت بزاف ديال البنات كيقولوا لي عافاك حاولي ما ديري لنا في الايام هذا حيت بغاو يسافروا ولا عندهم شي حاجه مهمه اللي خاصهم يديروها ولا يمشيو ليها. وكما كنعرفوا راه العيالات ديما كيعجبنا نكونوا نمشي فاش نمشيو شي بلاصه نكونوا كنبانو زوينات وحسين وداكشي. المهم انا هاد الوصفه اللي غادي ندير لكم سهله بزاف وفيها غير ثلاثة ديال الزيوت وفيتامين اي. هاد الوصفه هادي زوينه كتصلح للكبار والصغار، وهي اللي رجعت لي دابا شعري بحال كيما كتشوفوا. راه غادي تشوفوا من بعد النتيجه فاش غسلته وداكشي من بعد في الفيديو. بقاو معايا حتى الاخر الى بغيتو تشوفوا الفيديو، ونتمنى يعجبكم. وشكرا بزاف على لي لايك ديالكم وعلى يعني انيموز ديالكم وابوي ديالكم وكلشي والحب ديالكم وكلشي، وكنبغيكم بزاف. سلامه. غادي نحتاج ديك اللوز هذه اللي كنشري من بريمور، راه هضرت لكم عليها في واحد الفيديو ديال البارح. الا بغيتوا تعرفوا المعلومات شوفوا الفيديو ديال البارح، غنخلي لكم في الرابط لتحت. وغادي نحتاج هاد زيت الكوكو اللي كنشري من عند المغاربه، راه موجوده هاد زيت الكوكو بيو. ما تشجب لكم مزيان، وكاين حتى عند العشاب في اسبانيا. وغادي نحتاج زيت ديال الورد، انا هادي جبتها من المغرب حيت جبتها في البلاصه ديال بحال جبتها في البلاصه اللي كيتصنع فيها الورد، هذيك قلعه مكونه اللي معروفه بالورد، حيت تما كاين غادي نجيبها طبيعيه. وهذه فيتامين اي اللي وريت لكم في الفيديو درتها في وجهي، دابا غادي نحتاجها لشعري حيت هي زوينه وكترطب الشعر. دابا غادي نخلط كل شيء على حسب الشعر ديالكم. انا غادي حيت هذيك المعلقه ديال الميكا صغيره، غادي ندير جوج ديال المعالق كل حاجه من غير الزيت ديال الورد. غادي ندير فيها ثلاثه ديال المعالق حيت هي كتحيد القشره وزوينه الجلده ديال الراس. وغادي ندوز ندير جوج المعالق ديال الكوكو. كما كتعرفوا الكوكو راه كيرطب الشعر وزوين، وانايا كما كتشوفوا راه درت جميع الزيوت المرطبه واللي كتغذي الشعر وطبيعيه اللي ما غادي تخافوا على ضرر الشعر ديالكم لا حتى ديال بنتكم الصغيره، ولا تقدروا ديروا حتى الاطفال راه ما غاديش فيه حتى شي حاجه ماشي طبيعيه. غادي ندوز ندير جوج معالق ديال الكوكو. كما انا عندي زيت الكوكو دايب حيت الصاد اغلبيه كتكون جامد، حتى انا كان عندي جامد ولكن مع الصاد داب ليا. المهم غادي ندوز ندير الزيت ديال الورد اللي كتلقاوه عند العشاب هنا في اسبانيا وفي اي بلاصه. غادي ندير انايا ثلاثة ديال المعالق حيت الزيت ديال سميتها ريحتها زوينه وزوينه الجلده ديال الراس، وكتحيد القشره وتحيد كاع داكشي وكتقوي الشعر وكتداوي لك حتى الجلده ديال راسك الا كانت مريضه. دابا غادي ندوز ندير فيتامين اي اللي كنشري في ميركادونا باورو 50. غادي ندوز نحط واحد ندير غير واحد الكبسوله، نتوما على حسب الا كان شعركم مقشف بزاف ديروا من وحده حتى لجوج كبسولات على حسب الشعر ديالكم واش كثير ولا لا. هاد الفيتامين اي راه زوينه كترطب الشعر وكتعطل الشيب باش ينبت، وكتخلي لك شعرك كيلمع وطويل وكتعالجه من التقاسم. كما كتشوفوا انا غادي نحتاج غير واحد ندير غير واحد الكبسوله. انا هذه جربتها قدامكم باش تشوفوا
راه كما كتشوفوا النتيجه، راه رجع لي شعري كيبرق بزاف، خصوصا في الضو كيبان كيبرق، بحال درت ليه شي زيت ولا سيروم. غادي نعصرها مزيان، وغادي نخلط الزيوت كامل مزيان، وغادي ندوز نابليكي على شعري. ودابا غادي ندوز نابليكي على شعري شويه بشويه على الطريقه كما كتشوفوا، بحال اللي كندير الترطيبه لشعري. خاصكم ديروا بهذه الطريقه شويه بشويه الاطراف ديال شعركم، وخا كاع وصلتوه للجلده ديال راسكم راه ما تخافوا والو، ما غيضركم ما غيطيح الشعر ديالكم لا والو، حيت فيها زيوت طبيعيه اللي كتسميتو ما كتخلي الشعر يتساقط. كما كتشوفوا شعري راه هنايا شي شويه جاف، جاف ليا بزاف، وراكم شفتوا النتيجه منين كاع دوشت ونشفت شعري، بقى ليا رطب وبقى ليا زوين وكيدوز فيه المشطه. انا غادي نبدا نابليكي شويه بشويه ونخليكم تشوفوا من بعد الاخر. وهنايا من بعد ما ابليكيت كلشي على شعري كتشوفوا المشطه كدوز فيه بسهوله. غادي ندوز ندير لي واحد الكورو ولا واحد البوني ديال ميكا، وغادي نخليه ساعه ولا ساعتين. وهنايا غادي نبقى نبدا نصوب شعري، انا صوبت بالزربه غير قدام راسي باش تشوفوا النتيجه، باش نسهل عليكم ما نطولش عليكم. وكما كتشوفوا هنا راه صوبت شعري، صوبت غير واحد النص، واحد النص خليته. كما كتشوفوا راه ولا رطب بزاف ولا مسرسب ولا كيبرق، وصراحه عجبني بزاف. وانا غنبقى ندوم هاد الوصفه هادي باش يرجع لي شعري ويولي زوين بزاف وكيبرق. غنبقى نديرها من جوج المرات في السيمانه ولا ثلاثه المرات في السيمانه. كما كتشوفوا راه البونتاس ولا لي بوانت راه رطبهم ليا، ما بقاوش مشوكين ولا معيقين فاش كندير فاش درت شي شوار ولا بلانشا، كانوا كيبقاو طالعين ولا كيبانوا بحال شعري مريض من التحت. وكما كتشوفوا راه فرقته على جوج باش تشوفوا الفرق. واخا هذيك الجهه الاخرى الثانيه راه واخا هكاك مكريبيه وداك الشيء، راه فاش كتقيسيها رطبه وكيدوزو فيها سبعانك وكتدوز فيها حتى المشطه. صراحه هاد الوصفه هادي عجبتني بزاف بزاف بزاف، وغادي اول مره جربتها غادي جربتها قدامكم. وكما كتشوفوا راه ديك الجهه اللي ما مقاداش راه كدوز فيها المشطه بسهوله. نخليكم تشوفوا النتيجه.
وهذه هي النتيجه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. راه ان شاء الله غادي نبقى ندير لكم بزاف ديال الوصفات زوينات بهذه الفيتامين اي، داكشي علاش شريتها. وشكرا بزاف، ولا تبقوا يعجبكم الفيديو ديروا ليا لايك، وبسلامه حتى المره اخرى ان شاء الله. بسلامه.